لقاء شيق الحمد لله لعبة بردوا لنا غديدنا تبارك الله عليهم لعطاهم الصحة يعني راضين على الأداء وعلى النتيجة الأداء والنتيجة لعطاهم الصحة تبارك الله عليهم واش الآن يعني الفيلم كيكبر أن الجيش ممكن الجيش الملكي دابا غادي يرجع إن شاء الله غادي من القدام غادي يجي دي معسكر غادي إن شاء الله ولا كوب ديالنا إن شاء الله الله يحفظك دمشق ديجا كليق بالنسبه لي هذا الماتش كان واعر بزاف الجيش الملكي قدر قدر يحقق 4-0 وكان ماتش واعر بزاف وكنشجع دائما الجيش الملكي دمشق ماتش زوين اللعابه كانوا لعبوا مزيان كلشي مزيان وربحنا بجداره واستحقاق وربحنا ب 4-0 ان شاء الله نزيدوا الخامس زين كطالع الخامس اه ان شاء الله شنو كتقول للاعبين بون كوراج يزيدو يحتفظوا ان شاء الله هذا العام يدو كاس الكاف فراسك البنات راه يلعب فين دابا فراسي شحال 1-0 شنو كتمنى لهم تم كنتمنى لهم الحظ الموفق الا وصلوا للفينال غادي تفرج ضروري مزيان ونتمنوا التوفيق للجميع واش لا نقولوا شكرا النتيجه مزيانه والاداء كان مزيان ومبروك فريق الشمالكي وان شاء الله نشوفوا في القمه ان شاء الله البنات راهم لاعبين البنات مزيان تما مزيان فينا غيكون هنا ان شاء الله والبنات والولاد هما اللي كاينين الزعيم ما سميتوش الزعيم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي